اليوم في حد الغربيه كنقوموا بقافله طبيه انسانيه للهدف ديالنا اننا ندوزوا اكثر من 1000 مستفيد في مختلف التخصصات، بالاضافه مع شراكه مع شريك ديالنا اللي هو جمعيه المبصريين بالمغرب، لاننا كنحاولوا ان يستافدوا معنا 400 شخص من الدارات الطبيه لمختلف الاعمار، وكذلك اصلاح مرافق بالمؤسسه اللي هي الكائنه بحد الغربيه، ومجموعه من الانشطه اخرى اللي هي انشطه توعويه وتحسيسيه لفائده الساكنه. بخير. صحة ضعيفة شوية. والله زق صحة. جينا اليوم لمنطقة حد الغربية باش في إطار واحد القافلة طبية إنسانية اللي كتمتد يومي السبت والأحد 21-22 أكتوبر. جينا لهاد المنطقة باش إن شاء الله كنستهدفوا الساكنة ديال حد الغربية، لأن كان عندهم واحد النقص كبير في الناحية الطبية. وكان معنا زعما جبنا معنا اطباء في متعدد اختصاصات، وكاين لي زوبسيسيان تاهما جاو عندنا. وبجانب هذا الشيء قمنا باصلاح واحد المكتبه فين كيقراو التلاميذ، رسمنا فيها وجبنا زعما الكتب وكل شيء، وكذلك صلحنا واحد المسجد ديال الاساتذه ديال التلاميذ. ومن غير هذا كاين حتى لاكس ايكولوجيك اللي كانت زعما واحد المنطقه خضراء، زدنا صلحناها وزرعنا فيها النباتات. اطار قافله طبيه في الحد الغربيه، الفائده الساكنه ديالها يعني تقريب الصحه للمواطنين في هذه المنطقه القرويه. هذه القافله هي فيها جميع التخصصات بما فيهم طب الاطفال، طب يعني العام، طب يعني العيون، طب الجلد، اخصائيين في المجالات الاخرى ديال الطب. يعني احنا في اطار جمعيه جينا هنا في هاد الدوار لفائدة الأطفال والساكنة ديال هاد المنطقة، وجينا باش كنديرو زعما يعني استشارات طبية ومع تقديم الأدوية لفائدة هاد الساكنة اللي محتاجين. الناس طبيين بلاو بينا، شافوا لنا مرضنا، تهلاو فينا، عطاونا اللي بغينا، وعطاونا الملف ندوزوه مرة أخرى إن شاء الله إلا بقينا بالحياة إن شاء الله. جزاهم الله خيرا وشكرا للملك، شكرا شكرا بزاف. وعطاونا العناية وعطاونا الدواء واهتموا بنا ودوزونا، الله يكثر خيرهم والله تعالى ينصرهم ونصر سيدنا. شكرا على هذه الزيارة اللي اهتموا بنا، وشكرا على هذا الاهتمام اللي اهتموا بنا وجعدنا. والله عطاونا الدواء وعطاونا التحاليل وعطاونا المناظر وتهموا بولادنا وبينا، الله يجازيهم بخير، الله ينصر سيدنا، الله ينصر على النبي. انا في المنطقه الحد الغربيه جاتنا هذه الجمعيه، والحمد لله
كاين بزاف الناس تجمعوا كلشي كيدوز، كاين اللي كيدوز على العينين، كاين اللي كيدوز على هادي، وهذه فرصه ديال كاين الناس اللي ما كانوش عايدوزوا، لكن كاين اللي ناس يراسوا وهاد الجمعيه الحمد لله وهاد العمل اللي قاموا فيه. زعما بزاف الناس هادو الناس اللي كانوا يدوزوا هنا راه ما كانوش يمشيو للطبيب، ودابا مشاو للطبيب بفضل هاد الجمعيه الحمد لله، ومعامله مزيانه والشباب خدامين كما ينبغي والحمد لله وشكرا لهم جزيلا. اليوم جينا باش نديروا واحد الحمله طبيه اللي كان بشراكه مع الاطباء كليه الاطباء طب العيون والاطباء، اللي فيها بزاف ديال المساهمات، والدور ديالنا هو ان حنايا نساهموا باش نوفروا لهم النظارات والزجاج بالمجان. دابا هذا كبدايه، من بعد نعاودوا نرجعوا باش ندير لهم الاستلام ديال النظارات على حسب قياس النظر لكل شخص على حيده. وكنتمنوا هذه الحمله تكون كبدايه، ونزيدوا حملات اخرين ونساعدوا الناس باش انهم يشوفوا مزيان ان شاء الله في المستقبل. Thank you.